أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا لفقرة الأخبار العالمية مع كاتيا حتر. صباح الورد يا كاتيا. صباح النور ميسون، صباح الخير. صباح عيد الفل. اليوم يعني الأخبار ما بين كوبا أمريكا واليورو يعني أحداث. أوكي، نبلش أول إشي مع كريستيان إريكسن. أصدر لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن أول تصريح له بعد نجاته من السكتة القلبية اللي انصاب فيها في مباراة الدنمارك أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020. ونشر نادي توتنهام هوتسبر على صفحته رسالة من إريكسن وحكى فيها: شكرا جزيلا للجميع من مختلف أنحاء العالم على رسائلهم الجميلة اللي بتعني لي إلي ولعائلتي كتير. أنا بخير رغم الظروف اللي مريت فيها، ولازم كمان أجري بعض الفحوصات في المستشفى. واختتم رسالته قائلا: سأشجع الرفاق في منتخب الدنمارك خلال مبارياتهم القادمة. يعني كلنا شفنا اللي صار مع إريكسن، طبعا معجزة. صحيح، هم اللاعبين عملوا له إنعاش قلبي رئوي بالملعب قبل ما يروح على المستشفى. ممتاز، وروح القيادة كانت موجودة، والكل حكى عنها عالميا قديش الروح الرياضية والقتالية اللي كانت من المنتخب تدرس. صحيح. تمكن منتخب فرنسا من تحقيق انتصار في بداية مشواره باليورو 2020 على حساب منتخب ألمانيا اللي لعبت على أرضها. هدف المباراة الوحيد كان عكسي عن طريق ماتس هوملز في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بعد ما أساء التعامل مع كرة فرنسية عرضية سجل هدف في مرمى زميله نوير. وبتلعب فرنسا يوم السبت ضد المجر على أرض بوشكاش أرينا، وبتلعب ألمانيا في نفس اليوم مع البرتغال على أرض أليانز أرينا. وطبعا في هدفين كمان تسجلوا بالشوط الثاني بس رجعوا لا تقنية الفار وكانت تسلل. يعني للأسف للأسف تسلل. هارد لك هارد لك للمنتخب الألماني. أكيد صنع كريستيانو رونالدو التاريخ في بطولات أوروبا لكرة القدم، وأصبح هداف البطولة وأول لاعب شارك في 5 نسخ بعد تسجيله لهدفين وقيادته منتخب البرتغال للفوز ب3 أهداف على المجر. وخلال 5 دقائق بس نجح رونالدو في تسجيل هدفين متتاليين للبرتغال ليرفع رصيده ل 11 هدف في بطولة أمم أوروبا، ليصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ متتالية في البطولة الأوروبية. وطبعا ميسون كريستيانو رونالدو صار بعد باستيان شفانشتايجر. هلا باستيان شفانشتايجر لاعب الألماني المعتزل شارك باليورو وبكأس العالم 38 مرة، كريستيانو صار مشارك 39 مرة بعد آخر مباراة له. ممتاز ممتاز. امبارح عمل حركة كريستيانو بالمؤتمر الصحفي، واحدة من شركات المشروبات الغازية كانت قباله على الطاولة شالها وحكى انه اسم الشركة وحط المي انه يشربوا الناس بدالها، فنزلت 40 بليون من ال 40 بليون نزلت الأسهم تاعتها. اوكي، يعني حركة واحدة. عن جد حركة واحدة بتقدر تغير كتير. لم تنجح الأرجنتين في الفوز على تشيلي في المباراة الافتتاحية للمنتخبين في بطولة كوبا أمريكا، بس المشجعين احتفلوا بهدف ميسي الرائع يلي ذكرهم بأيقونتهم الراحل دييغو مارادونا. وفي الدقيقة 33 سجل ميسي هدف رائع من ركلة حرة مباشرة، وكان بيشبه هدف مارادونا في كوبا أمريكا عام 87 بمرمى الإكوادور. يعني حطوا التعادل على جنب بس شافوا الهدف قدي حلو وذكرهم بأسطورتهم. طبعا 100%. وهارد لك أكيد لكل الأرجنتينية اللي بيشجعوا الأرجنتين والكوبا أمريكا اللي هي أنا بالنسبة لي الأمتع يعني بكرة القدم العالمية، لأنك أنت أرجنتينية. أرجنتينية يعني. أوكي، هلأ نروح لخبر ليفاندوفسكي. اعتبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه منتخب بلاده بواجه مهمة شاقة في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في بطولة كأس أوروبا 2020 بعد الخسارة 2-1 في مباراة الافتتاحية أمام سلوفاكيا. وقال ليفاندوفسكي لقناة تي في بي: إنه لأمر مخزن أننا لم نتمكن على الأقل من إدراك التعادل. وحكى طبعا أنه مباراتهم الجاي مستواها رح يكون أعلى، خصوصا أنه رح يلعبوا مع إسبانيا. صح 100%. وهون بدنا نحكي عن إسبانيا والتجربة الإسبانية قديش عم بيعتمدوا على الشباب، يعني مش تسميع حكي ولكن بيعتمدوا على الشباب كتير. صحيح. هلأ نشوف آخر شيء مباريات اليورو لليوم. عندنا فنلندا مع روسيا، تركيا مع ويلز، وإيطاليا مع سويسرا. يعني مباريات جميلة. تخيل إيطاليا مع سويسرا بتنحضر. إيطاليا حلوة. اليوم نحضرها. ممتاز. كل الشكر لإلك كاتيا أكيد على هاي الأخبار. طبعا يعطيك الف عافيه كاتيا، وفقره مميزه، وان شاء الله بالتوفيق لكل اللي حيلعبوا اليوم ان شاء الله. رايحين وراجعين مشاهدينا، خليكم معنا.